شلونكم؟ شخباركم؟ كنت شوي خل اسولف وياكم، قاعدة ما عندي شي. بلبنان عندهم حظر 3 ايام مدري 4 ايام، يعني اليوم الاثنين 3 عفوا، فماكو شي برا، كل لبنان كلها معزلة، قاعدة بالفندق، الجو يجنن، اكو مطر. بس الصراحة المطر اجي شوية شمس، اجي شوية شمس، شنو اجتي شوية شمس. كنت اريد اسولف وياكم عن الناس اللي اشتغلت وياهم البارحة باللوك اللي شفتو. خلي اخلص هالفيديو، وبالفيديو الثاني حقول لكم. اوكي، حبدي وياكم بالهيد بيس. الهيد بيس البارحة كان يعني سووه خاص الي خصيصا لهذا اللوك وهاي الحلقة، وحابة أشكرهم هواية. طبعا الهيد بيس كان ذهب وفي دايموند، ف thank you so much سارة. وفاجئوني، أنا ما كنت متوقع رح يلبسوني هذا اللون، فهم اختاروا هذا اللون. ولحد البارحة أنا ما حابة اللون علي، حسيته ما أدري شلون ما حبيته، بس من شفته على الشاشة والصور كان واو. ف thank you so much إحسان وسارة على هذا الفستان الحلو. إذا راح أشيلكم عن العدسات اللي لبستهم، عدساتي كانوا من بلا. بصراحة ما أعرف اللي يعرفوني، أني مو من النوع اللي ألبس عدسات، بس بعلاقة أيضا شوي حبيت شوي أغير يعني. فبلا ما قصروا ودزولي مجموعة عدسات وكانوا كلهم حلوين، وعلى فكرة هم